in support of achieving greater impact. And of course, we will continue to also work. نرحب بطبيعة الحال بأسئلتكم، لكن أعطونا بعض الوقت لتقديم سعادة السيدة ماريا وكذلك السادة السفراء. Thank you very much, and I would like to first of all thank the Minister of Time, Mr. Jahemi, for having welcomed us to Tripoli for this meeting of the Board of the Stabilization Facility for Libya. Just to remind that the funds of the stabilization facility have reached so far $32 million, but with pledges and concrete pledges for another additional around $8 million. When Germany, with UNDP and the GNA decided just over a year ago to create this mechanism for introducing stabilization, you know, real benefits for people at a municipal level. It was probably difficult to see what progress could be made, but today we can say that there has been concrete changes in Kikla, where there has been various works in terms of the health and education sector in particular. There's also a package being delivered in Benghazi, in Sirte, Ubadi, and in Sabha. بالنسبة لهذا الصندوق الاستقرار، إنه النتائج الملموسة بالنسبة للسكان اللي يعانوا كثير من الأزمة السياسية والأمنية بالأرض. والشكر أيضا ل أصحاب السعادة السفراء على هذه المداخلة التي أوضحت الكثير بالنسبة لاهتمامهم ببرنامج استعادة الاستقرار في ليبيا. نحن نشكرهم على مساهمتهم ونشكرهم على حضورهم، والآن نفتح المجال للاستماع إلى أسئلتكم، وأرجو أن كل من يسأل يحدد الشخص الموجه إليه السؤال. شكرا. I would like to thank the Deputy UN Secretary Representative, and I'd like to thank their excellencies the ambassadors who made clear their interest and in supporting this program, and I'd like to thank them for their attendance as well. So please, if you want to make any further question, try to specify the person who are addressing this question. Yes, please. السلام عليكم، إيمان بن عامر، مراسلة وكالة غريمية ليبيا للأخبار. بداية نرحب بضيوفنا الكرام في بلاد في ليبيا. سؤالي موجه لمعالي وزير التخطيط، بالنسبة للمساعدات والدعم المقدم من قبل الصندوق، هل سيشمل المنطقة الشرقية؟ نحن نعلم الخلاف او وجود حكومه اخرى غير حكومه الوفاق بالمنطقه الشرقيه، فما هي الاليه او ما هي الخطوات التي قد تقومون بها لكي يصل هذا الدعم لكامل البلديات الموجوده في ليبيا؟ شكرا. نعم، البرنامج برنامج استعادة الاستقرار يشمل كل مناطق ليبيا، والبرنامج يعني تحد منه فقط ما يتوفر
له من إمكانيات مالية ولوجستية، لكنه في الأساس يستهدف كل البلديات، كل المدن في ليبيا. وبالفعل احنا عندما بدأنا اخترنا مدن من مختلف المناطق، مثلا اخترنا بنغازي، اخترنا كيكلا، اخترنا أوباري، اخترنا سبها، الآن اخترنا طرابلس، بني وليد، الكفرة، ربما في وقت مناسب درنا. ففعلا البرنامج يغطي كل هذه المدن وغيرها وفقا لمعايير معينة، يعني وفقا لأولويات معينة، وفي حدود ما يتوفر للبرنامج من إمكانيات التمويل. يعني ما نقدروش نمشي لكل البلديات ولكل المدن في آن واحد، ولكن في كل مرة نختار عدد من المدن، مدينتين أو ثلاثة أو كذا حسب الإمكانيات، وبنراعي طبعا المسائل الظرفية أيضا في الجهات المختلفة. لكن بوجه عام هو برنامج لكل ليبيا، لكل مدن ليبيا ولكل مناطق ليبيا. شكرا. الاجتماع اليوم يتعلق ببرنامج استعادة الاستقرار في المدن الليبية، وهو برنامج مشترك بين حكومة الوفاق الوطني ممثلة في وزارة التخطيط، والأمم المتحدة ممثلة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومن حيث التمويل فهذا برنامج تشترك فيه عديد من الدول وعديد من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية الأخرى والولايات المتحدة وكندا وغيرها، فهو ممول من عدد كبير من الدول، وكما قلت بمشاركة وطنية من خلال وزارة التخطيط. نتيجة أن التمويلات المتاحة الجانب المالي التمويلي للبرنامج محدود طبعا، يعني لا نستطيع أن نفتح المجال أمام كل الاحتياجات، ولذلك كان لابد من تحديد الأولويات.